إحدى الدوريات العلمية المهمة جدا كتبت عن مرض بيعاني منه ملايين الناس في العالم، وهو التهاب المفاصل الناجم عن تأكل الغضاريف. ملايين من الناس عندها المرض ده ومفيش علاج له، أو مفيش علاج حاسم له، لأنه مفيش أسباب معروفة له. ممكن ناس تقول وراثة، ناس تقول تحميل وزن أكتر، يعني أسباب كتيرة جدا، بس في النهاية مفيش علاج ناجع لهذا المرض. دورية ساينس ترانزليشنال ميديسن نشرت بحث مهم جدا عن فريق علمي اكتشف واحد من الأدوية المتداولة في السوق، اللي هي يعني مش معقدة ولا حاجة، واحد من الأدوية مش بس بيوقف شراسة المرض ده، إنما بيخلي الغضاريف تعيد بناء نفسها مرة تانية. والحقيقة نشر البحث ده اللي عمله فريق طبي من جامعة بنسلفانيا عمل كده هزة وانتباه كبير جدا، لأنه زي ما قلنا مرض بيعاني منه ملايين وملوش علاج. الأهم من الكشف العظيم هو صاحبة الكشف، أو الاسم الأول في البحث اللي اتكتب في ساينس ترانزليشنال ميديسن، دكتورة فادية كمال، اللبنانية فادية كمال، الباحثة في جامعة بنسلفانيا وصاحبة أو الاسم الأول في هذا البحث المهم جدا. عبر زوم معنا من الولايات المتحدة الأمريكية دكتورة فادية كمال، أهلا بحضرتك. مساء الخير مدام منى. مساء الفل، سعداء طبعا بالخطوة العلمية، وسعداء كونك أنت الاسم الأول في هذا البحث. ببارك لك يا دكتورة فادية على النشر المحترم. الله يبارك فيك يا رب، ونحن سعداء كمان باستضافتكم لنا، شكرا كثير على هالاستضافة. ممكن تلخص لنا بشكل يعني قريب من الناس مضمون ونتائج البحث المحترم اللي انتوا قدمتوه دكتورة فادية؟ هو المقدمة اللي انت قلتيها بتلخص المرض، أسباب المرض اللي هي مش معروفة 100% كيف. في عامل وراثي أكيد، في ممكن زيادة التحميل حتى على المفصل، بس بالنهاية في تغييرات بتصير على مستوى الخلية اللي جوا الغضروف بتتغير من حالة طبيعية لحالة مش طبيعية أو لحالة مريضة ممكن نسميها. نحن اكتشفنا بيتلخص تحت هيدا العنوان، إنه اكتشفنا مثل لاعب مهم جوا الخلية، بروتين أو إنزيم مهم بيلعب دور رئيسي بتحويل خلية من خلية طبيعية لخلية مريضة اللي هي بتؤدي لتأكل الغضروف. وهيدا الإنزيم مستوى كتير عالي لقيناه بالناس اللي عندهم تأكل غضروف مزمن، وحتى الناس اللي عندهم إصابة من وقت قريب بالغضروف. وبهيدا الشكل اللي دخلنا بالدواء، الدواء اللي عم نستخدمه هو دواء مضاد للاكتئاب. هيدا الدواء في علماء بمجموعة تانية غير مجموعتنا، بس اكتشفوا من فترة انه هيدا الدواء ممكن يوقف او يقلل من عمل هيدا الانزيم اللي نحنا الانزيم او البروتين اللي نحنا اكتشفناه. وبالفعل جربنا الدواء بالحيوانات اللي عندهم تأكل بالمفاصل، والنتيجة كانت باهرة لدرجة اضطرتنا المادة الفعالة مادة باروكسيتين، هكذا تنطق؟ صحيح، باروكسيتين هو دواء للاكتئاب ويستعمل بشكل منتشر جدا بمرضى الاكتئاب. والنتائج المبهرة هي انه الدواء مش بس منع التأكل او وقفه او خفف من سرعته، لا كمان رجع الخلايا لحالتها الطبيعية، وصارت الخلايا تجدد الغضروف اللي عايشة فيه. عظيم. وتعمل الغضروف وكأنها تبني، صارت تبني الغضروف اللي حواليها. الأبحاث دي تم تجربتها على الحيوانات ولسه ما تعملتش كلينيكية على البشر، ولا لا ابتديتوا على مجموعات أدمية؟ نحن عملنا تجربتنا كانت جزئين، جزء كان على الحيوانات، وفي جزء كمان عملنا التجربة على الغضاريف اللي أخذناها من المرضى اللي عم يعملوا جراحة للمفاصل، عم يركبوا مفصل صناعي. أخذنا الغضروف وجربنا الدواء عليه، بس جربناه برا الجسم طبعا. ولقينا إنه الدواء فعلا نجح بترجيع الخلايا الغضروف لشكلها الطبيعي حتى تبني الغضروف اللي حولها. التجارب السريرية أو التجارب اللي بالمرضى، نحن هلا عم نعمل كل المعاملات حتى ناخذ الموافقة من الـ FDA ونبدأ إن شاء الله التجارب السريرية قريبا.
نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.